التسديد، لما لا؟ راو بوزيان، سليم بن عاشور وخالد بدرة. حل الفنيات سليم بن عاشور، حل القوة خالد بدرة. العبها في المرمى، راو بوزيان، هدف! هدف التعادل بالتونسي بوزو بالإنجليزية جول، وبأحلى اللغات هدف التعادل. رائع راو بوزيان، سدد في المرمى البلجيكي. المستحيل ليس عربي، على الأقل نصعد بهدف. هدف التعادل راو بوزيان فوق الجدار البلجيكي. الصاروخ التونسي النفاذ يشق الجدار الدفاعي لبلجيكا ويعادل المباراة راو بوزيان. هدف جميل جدا على يمين الحارس جيرد فليجر. 1-1.